اقترح وزير البنية التحتية الأوكرانية وقف رحلات القطارات مع روسيا، وعزى ذلك إلى خطورة السفر من وإلى بلد يعتدي على أراضي أوكرانيا. مستقبل اقتراح الوزير مرهون بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي والدفاع. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. يسير اليوم بين أوكرانيا وروسيا 13 زوجا من قطارات الركاب، 5 منهم مع محطات للعبور. يعد وزير البنية التحتية الأوكراني بعدم إلغائها. لا يتوقع أي تغيير في مسارات قطارات العبور التي تنتقل الآن عبر أوكرانيا من مولدوفا إلى الاتحاد الروسي. إذا تطلبت الظروف ذلك، فنحن مستعدون لإدخال قيود لتمر عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف. وفقاً لهيئة السكك الحديدية الأوكرانية، انخفضت حركة الركاب من روسيا أكثر من 5 أضعاف بدءاً من عام 2013. خلال الفترة ذاتها ازداد الطلب على النقل الداخلي وإلى أوروبا. أعتقد أن جميع القطارات الموجهة إلى روسيا يمكن أن تتوحد ببساطة مع الرحلات الداخلية، على سبيل المثال نحو المنتجعات أو في أي اتجاه آخر حيث يرتفع الطلب. في عام 2015 ألغت أوكرانيا جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا، ولكن لم يخلق هذا ضغطاً على القطارات والحافلات حسب ما قال الوزير. تواصلنا يوم الأول من آب أغسطس مع الركاب على متن رحلتي كيشيناو موسكو وسان بطرسبورغ نيبر، وهم في الأساس مواطنون روس. أسافر في العام مرتين على الأقل. لدي شقة في ماريوبول، سأسافر بالحافلة عبر خاركوف. نحن عائدون من زيارة أقاربنا في الشمال، كانت أول زيارة منذ 6 سنوات. إلغاء رحلات القطار المباشرة مع روسيا أمر ينوي القيام به وزير البنية التحتية الأوكراني، والذي سينظر فيه مجلس الأمن القومي والدفاع والحكومة، وسيكون لهم القرار النهائي، ثم سيعلن عن تاريخ مغادرة آخر قطار إلى موسكو.